السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائنا على قناتنا من جديد، قناة موجا منيون. رحب بكم أصدقائنا على قناتنا، واليوم أحضرنا لكم اللعبة المشهورة، لعبة كلاش رويال. هذه اللعبة راح نعرضها على قناتنا مثل ما وعدناكم، طبعا أحد الجمهور طلبها من عندنا، فحبينا أنه نعرضها قدامكم. وأنا لاعبها تقريبا، لعبتها يومين أو 3 أيام وجمعت بها كم بطايق. والصراحة أنا من قبل لاعب هذه اللعبة، وكانت قبل مو بهذه الكثرة تعطي بطايق. طبعا هذه اللعبة مشهورة ومعروفة وغنية عن التعريف، والأكثر الناس يعرفوها. طبعا اللعبة أكو معركة 2 ضد 2، وأكو معركة 1 ضد 1. خاصية معركة 2 ضد 2 إنه عندما تفوز أو تخسر ما راح تخسر كؤوس، يعني ولا تربح كؤوس، يعني إذا تريد ترفع مستواك لازم تلعب 1 ضد 1 فقط. طبعا نسيت انه انتبهنا على الخطة مالتنا واللي انا هسه معتمد عليها، لكن اعتقد انه انا معتمد حاليا على خطة الهجوم السريع. خلينا نجرب لحظة. اوه شوف، خلينا نجرب. يا سلام. طبعا شوفوا مثل ما شفتوا، انا خليته يهجم على جهتي من جهة، وعفته على مود هذا. بالنسبة لهذا لازم تحط عندك هذا ابو البومبكشة، اقوى شيء ضد هذا فوق. شوف ضربة واحدة يقتله، لكن لازم يكون قريب. يعني خلينا نجرب. طبعا هذا الشيء مثل ما تشوفون بعد يراد لها شوية وتتفلش. خلي شوي نجمع طاقة. ها طبعا هسه تقريبا راح نفلشها، فلشوها. يا سلام، هذا ابو القنبلة طبعا لا غنى عنه، ابو القنبلة ابوهم من صدق. طبعا عنده هذا ابو النار، لكن هذا مشكلته طبعا ما راح يقدر يدافع عن نفسه اذا تقدم لقدام كثير. عرفنا. طبعا احتاج بس شوية اطورنا، يعني اجمع الطاقة اللي عندي، لان الصراحة ما قاعد الحق على الطاقة. خلنا نتقدم. جيد. طبعا خلينا نحط هذا لحظة. لا تخلوهم يفوتون، لا تخلوهم يفلشوها. قدمنا تقريبا، هسه احنا مسيطرين، ليت نقدر نفوز. نجم على القلعة. لا يس، والهجوم وحصلنا 3 كؤوس، وهو اخذ من عندنا طبعا كأس واحد. وهذا وصلنا تقريبا هسه حاليا ايش قد وصل الكؤوس اللي عندنا. طبعا الفكرة انه اللي يريد يهجم يسوي له خطة، اما انه تعتمد على الهجوم السريع او تعتمد على الهجوم الضخم. طبعا اذا تريد تعتمد على هجوم قوي يعني، فلازم تحتاج انه اوراق قوية، لكن مع ذلك لازم الاوراق القويه تكون يعني مو فقط، يعني مثلا هسه مثلا هذه الخطه اللي انا اعتمد عليها نوبات، يعني عندي هذا رقم 8 لكن يحتاج كثير، يعني هو قوي كلش، هذا هو بطيء بالحركه لكن يحتاج كثير، لكن دمه قوي. لكن شنو المشكله، يعني هو بطيء فتحتاج انه تحط قوات وياه تدافع عنه. خلينا نلعب 2 ضد 2. طبعا هذا صاحبنا عنده هذين الاوراق، عشان هذا قبل ما ابدي انا.
يا سلام يا سلام. يلا يلا يلا، يمكن راح نفوز، يمكن نقدر نلحق. يا سلام، اخذنا من عندهم كاس. يا سلام. لا لا لا، حرامات حرامات. يا اخي شو هذول العدو بعد ما يجي؟ الصراحة اتوقع يعني طلعت عدو من اللعبة او من هذا القبيل، يعني اشو وقفوا بعد ما يلعبوا. لكن هذا طبعا من حظك انه المقابل انه يتوقف عن الهجوم. يا سلام والله. لا 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 لا، طبعا هذا بس اريد احصل عليه، حرامات ما قاعد يطلع لي هذا ابو الصاعد على الحصان، مع الاسف ما قاعد يطلع. فلشوه فلشوه فلشوه. لا يا لا يا، شنو صار؟ يلا 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 يلا، ما بقى شيء ما بقى شيء ما بقى شيء ما بقى شيء. اركض. لا مع الاسف. يا سلام. وايضا اشوف هم يضحكون، المفروض احنا اللي نضحك. قدرنا نفوز طبعا، هذه 2-2، طبعا ما بها كؤوس، ما راح تاخذ كؤوس، مجرد انه تلعب ويمكن يعني يعطوك يعني عليها جوائز، لكن هي يعني شوفها مجرد انه راح تحصل هذني المكافآت، لكن ما تصعد عندك الكؤوس. فخلينا نجرب من جديد ونقول بسم الله وندخل مباراة ثانية ونشوف. راح نلعب 1-1، ما راح نلعب 2-2، لأن صراحة 1-1 يدل على قوتك الاستراتيجية أكثر من إنه تلعب 2-2. لأن 2-2 ما يعني، بس أنا قلعة مالتي 5. أوه شوف شوف شوف. الله أكبر. شوف. خلينا نبدأ هجومنا. نبدأ الهجوم. هل نبدأ هجومنا؟ يا سلام. لا 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 لا، شوف شوف شوف. مع الأسف عندي هذول اللي من بعيد يضربون، لكن ما أرقد أقوياء. طبعا واضح إنه اللي مقابلنا اللي هو العدو حاليا يعني قوي شوية، بس عندي 3 و4 يعني ايش قد؟ 7 مو؟ ايه نحتاج 7، فخلينا تصير 7 على مود نجم هجمة قوية. هيك اخترقنا العدو قبل ما انا وراح يخسرنا طبعا. مع الاسف مع الاسف، على اساس يعني هجوم مرتد وخبصنا نفسنا، طلع هو مجهز علينا هجوم اقوى. يلا عادي عادي عادي، لازم اهم شيء من يأس. هكذا اخترقنا هجومه، اخترقناه. يا سلام فلشة فلشة. الله ده حلو، فلش.
لا 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 خطأ والله خطأ. اي والله عرفت هذا الشيء خطأ، لكن هسه حاليا راح يلا يلا فلشوه فلشوه. لا 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 الله، يعني صراحة بس بقت شوية. يلا يلا ياس، قدرت افوز بالدقائق الاخيرة. طبعا صدق انا عندي طريقة سريعة يعني بالهجوم، ولكن مشكلتي انه يكون هجومي ضعيف، يعني بحيث انه يعني اي شيء يكون امامي راح يفلش الهجوم مالي. فخلينا نحصل هذا، وحصلنا فلوس، حصلنا هذا، وحصلنا بيت. طبعا البيت هذا وعندنا ذولا وذولا ميته، ما شاء الله جم هذول مفخخين. وايضا قوة عندنا، وعندنا هذا واحد الاخ متدحرج. المشكلة حاليا الى الان يعني هي اوراقي ضعيفة بعدها ما تطورت، فهجوم يكون اضعف. خلينا نجرب مرة ثانية مباريات 2 ضد 2 وننهي بها الحلقة لهذه اللعبة. الصراحة اذا قدرنا نسوي قبيلة وندعوكم الها فراح هذا صعبنا عند هذا الصاعد جيد، راح ندعوكم ونسوي هنا مواجهات احلى ان شاء الله بالمستقبل افضل. خلينا نجرب خلينا نجرب. يلا 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 خلينا نجرب. يلا 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 فلشوهم فلشوهم. لا بس هو يطلع لا خسرنا، هو ما بقى لهم الصراحة كثير. ف مجرد هذا يلا عافياك، اخذنا من عندهم كاس وما بقى بس القليل. يا سلام قتلناهم صراحة، ما يقدرون هذول يعبرون، فعادي خلي ياسر يتقاتلون بيناتهم. خلي يتقدمون، خلنا نتقدم خلنا نتقدم نتقدم اكثر. خلنا نجم خلنا نجم. لا ذول يطيرون اكثر ازعاج الصراحة، ومزعجين الصراحة بشكل بالهجوم، خربون عليك الهجوم. يس يس، والضربة الأخيرة ما أدري الصراحة من نصيبه أو من نصيبه، لكن أهم شيء جبنا وفزنا. وتسلم يا حبيبي، نهزم قبل يا اخي، انهزم قبل من المباراة، وصراحة ما يريد يلعب يعني النوبة. هذا اللي كان عندنا اليوم، نتمنى انه اللعبة عجبتكم. لا تنسى ان تضع اللايك وتشارك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.